أهلاً أهلاً، معكم مها من قناة مهز دايري. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن ملخص مؤتمر المطورين السنوي من أبل الـ WWDC، فخليكم معي. طيب الهيدلاينز في الفيديو النهاردة، هنتكلم عن التحديثات الجديدة في iOS 14 والآيباد OS 14، وهنتكلم عن الأبل بنسل والأبل واتش والإيربودز. أول حاجة هنتكلم عن الـ iOS 14. بالنسبة للهوم سكرين، الأبديت اللي حصل فيه إنه تم إضافة فيتشر جديدة اسمها الـ App Library، اللي من خلالها هتقدر إن أنت تنظم كل الـ Apps اللي عندك على التليفون في مجموعات بطريقة أوتوماتيكية. بكده هنخفي الصفحات اللي في الهوم سكرين اللي مش بنستخدمها أو ملهاش لازمة، طبعا مع الاحتفاظ بإمكانية الوصول لصفحات البرامج المخفية، وده بيتم عن طريق الاب لايبرري. طبعا تاني حاجه هي الويدجت، دلوقتي اقدر اضيفها في الهوم سكرين واقدر اتحكم في حجمها ومقاسها واحركها في اي مكان انا عايزاه. طبعا المحتوى بتاعها بيتغير بناء على عاداتك في الاستخدام او احتياجاتك، مثلا الصبح هتجيب لك الويذر او المعلومات في الاخبار او الهيدلاينز والمواعيد خلال اليوم او الاكتيفيتيز اللي عملتها في الابل واتش. تالت حاجة هي Picture in Picture أو صورة في صورة. الفيتشر دي بقى الكل هيكون متحمس ليها أكيد، وأنا أولهم، يعني أنه مثلا لو مشغلة فيديو وعملت سوايب للهوم، الفيديو مش هيتقفل بس هيعمل له مانيمايزد، وممكن بعد كده تشغله أي أبليكيشن تاني بنفس الوقت. طبعا أقدر أتحكم في حجم الفيديو وأحركه كذا مكان، أكبره أو أصغره، وأتنقل بين الأبليكيشنز عادي جدا، مفيش أي مشكلة. كمان ممكن لو عايز أفضي الشاشة هسحبه شمال أو يمين على الجنب يعني، وكده الفيديو هيختفي بس برضو الصوت هيفضل شغال، وأقدر أفتح أي أبليكيشن تاني بكل سهولة. طبعا كلنا هنكون متحمسين إن احنا نجرب الفيتشر ديت، بس السؤال بقى يا ترى هتكون شغالة مع اليوتيوب ولا لأ؟ رابع حاجة هنتكلم عليها هي السيري. سيري دلوقتي ما بقاش بياخد الشاشة كلها علشان يستقبل الأوامر. التصميم الجديد ليه إنه بقى أيقونة صغيرة تحت في الهوم سكرين، بقى أسرع في تنفيذ الأوامر وتشغيل الأبليكيشنز. طبعا بيظهر لك المعلومات فيه على شكل نوتيفيكيشن من فوق، مش الأبليكيشن كامل زي زمان ويتفتح كامل، مثلا زي الويذر أو الريمايندرز اللي عندك بقى بيظهر على شكل نوتيفيكيشن من فوق، مش بيفتح لك البرنامج كامل. كمان يقدر يبعت دلوقتي رسائل صوتية أو voice notes من على أي برنامج. خامس حاجة هنتكلم عليها هو application translate أو برنامج الترجمة. أحلى حاجة فيه إن هو هيكون شغال offline، عن طريقه طبعا هنقدر نترجم الرسائل الصوتية لأي لغة تانية برضو برسالة صوتية، والبرنامج بيتعرف على أي لغة أنت بتتكلمها وبيترجمها للغة اللي أنت بتحددها. سادس حاجة هنتكلم عليها هو برنامج المسجز أو الرسائل. دلوقتي نقدر نثبت المحادثات المهمة في أول قائمة في الرسائل، والرسائل الجديدة بتظهر على طرف الشاشة أوتوماتيك دام أنا عاملاها من ضمن الرسائل المهمة. بالنسبة للميموجي، زادوا عليها 20 شكل جديد ولون بشرة جديدة، ضافوا طبعا الشكل المنتشر دلوقتي اللي بيكون لابس الفيس ماسك، كمان ضافوا خيارات اكتر للفئات العمريه المختلفه، وضافوا 3 استيكرات ميموجي. لو انت عندك جروب على رسائل اضافوا فيها ميزه حلوه قوي ان ممكن يتم الرد بين السطور، يعني ممكن تفتح الردود لوحدها او تشوفها جوه المحادثه. كمان تقدر تعمل منشن لحد على المسجات بمجرد انك تكتب اسمه بس قبل المسج في المحادثه. كمان تقدر تخلي نوتيفيكيشن تظهر لك بره في بتاعه الجروب شات نفسه لو حد عمل لك منشن بس. الايكون بتاعه الجروب شات بتظهر فيها كل الصور بتاعه الاشخاص او الاعضاء في الجروب، والصوره الاكبر بتكون لاخر شخص كتب. سابع حاجه هو ابلكيشن المابس او الخرائط، حصل عليه شوية تحديثات، أهمها هو تحديث السايكلينج دايركشن أو الإرشادات ركوب العجل. غير كده هو مجرد تحديثات عادية للبرنامج نفسه. تامن حاجة الأبل كار بلاي، دلوقتي بقى في إمكانية إنك تغير الشاشة في الأبل كار بلاي من السيارة نفسها يعني، وتم إضافة أيقونات جديدة للأبل كار بلاي اللي هي الباركينج والإي في والكويك فود اوردرينج. احلى خاصيه ضافوها ان اقدر افتح السياره بالايفون، يعني بدون ان انا استخدم المفتاح، باستخدام خاصيه الـ NFC. الخاصيه دي طبعا مش موجوده في كل السيارات حاليا، يا رب تكون في المستقبل. هي حاليا موجوده في السياره البي ام دبليو سيريس 5 2021. بكده نكون خلصنا الاي او اس 14. تاني حاجه هنتكلم عليها هي الايباد او اس 14. تم إدراج الويدجت اللي اتكلمنا عليها في الآيباد OS 14 بنفس الطريقة، طبعا بشكل أحسن عشان شاشة الآيباد أكبر. كمان حسنوا بالكالندر وضافوا عليها تحديثات جديدة،
وأفضل حاجة ضافوها هي لأن الاتصال ما بقاش بياخد الشاشة كلها، بقى عبارة عن نوتيفيكيشن بتظهر لك أعلى الشاشة، مش محتاج بقى أنك توقف اللي كنت بتعمله زي زمان علشان ترد. الخاصية دي شغالة في كل الكولز في كل الابليكيشنز. إن شاء الله الفيتشر دي كمان هتكون شغالة على الآيفون الجديد. تالت حاجة هنتكلم عليها هي الأبل بنسل. لو كتبت أي كلام بأي لغة هيتحول لكتابة نص مطبوع، يعني لو كتبت كتابة بالقلم هتتحول لكتابة عادية كأنك كتبها بالكيبورد. الميزة دي هتكون موجودة في كل الابليكيشنز مش بس ببرنامج النوتس. وكمان لو رسمت أي شكل هندسي بالقلم هيتحول لشكل مرسوم كويس، يعني كأنه كده بروفيشنال. باختصار هي خاصية التعرف على خط الإيد وتحويلها لنص كتابي. رابع حاجة بالنسبة للواتش أو إس 7، ده هيكون للأبل واتش، بقى فيه تخصيص لوجهاتك الخاصة للساعة ومشاركتها مع الناس التانيين. في حاجة جميلة قوي كمان ضفوها هي تتبع غسيل الإيد بشكل تلقائي، وفيها كمان تتبع للنوم وتحليل موسع لكده. كمان زادوا عليها تنبيهات صوتية للإشعارات وترجمة فورية لعدة لغات، بالإضافة أنهم زادوا تمارين جديدة. خامس حاجة هنتكلم عليها والأخيرة هي الإيربودز، بقى فيه تحسينات مهمة على سماعة الأبل، بمعنى أن لو كنت بتتنقل بين أجهزة أبل عندك، السماعة بنفسها هتشبك على أي جهاز من أجهزتك تلقائي بدون تدخل منك. وبس دي كانت كل حاجة للنهاردة، يارب تكونوا استفدتوا. أنا حاولت ألخص المؤتمر على قد ما أقدر، وبنفس الوقت أتكلم بشكل مفسر أكتر عن كل فيتشر من الفيتشرز الجديدة اللي انضافت. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملولي لايك وشير الفيديو مع أصحابكم، وسبسكرايب لو أول مرة تشوفوني. باي باي.